مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا. دعونا لا نطيل الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. النمر هو المفترس السائد في معظم المناطق التي يتواجد فيها، وهذا يرجع إلى خصائصه الجسدية والسلوكية التي يتميز بها. إن النمور هي وببساطة أكبر القطط البرية المفترسة في العالم. تتمتع هذه القطط الكبيرة بقوة هائلة ومخالب جد حادة وعضة قوية ولياقة بدنية تحسد عليها من طرف بقية القطط الأخرى. إن أي حيوان يدخل في شباك النمور يمكن أن يقتل بسرعة كبيرة، كما يمكن أن يحدث هذا حتى مع الحيوانات المفترسة الأخرى. تعتبر الفهود على سبيل المثال من القطط التي غالبا ما تهاجمها النمور في الهند وتقتلها. في العادة يعمل الفهد بشكل انفرادي، وبالتالي لا يحظى بفرصة ضد النمر البالغ. ولكن وفي أماكن محددة على هذا الكوكب قد ينتهي الأمر بالنمر في مواجهة مفترس آخر يعيش في قطيع وهو خطير للغاية. عندما يلتقي النمر بالذئاب المفترسة فمن المحتمل أن يحدث هذا في مناطق محددة من العالم كالأراضي الروسية على سبيل المثال، فهو يعتبر أحد الأماكن القليلة في العالم التي توجد فيها النمور والذئاب في نفس المكان. وجدت دراسة أولى أجريت على كلا هذين النوعين في أقصى جنوب شرق روسيا توازنا طبيعيا، حيث يبدو أن الحيوانات المفترسة تحتل نفس الغابات دون أن تقتل بعضها البعض. ومع ذلك في دراسات أخرى وجد أن النمور والذئاب تكره بعضها البعض، فقد قتلت العديد من الذئاب على يد النمور في مواجهات لا يمكن تصورها في عالم الحيوان. هذا لأنها تحدث بشكل أساسي في البيئات التي يصعب الوصول إليها في مملكة الحيوانات المفترسة. بالأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.